سوا واتمنوا بارك وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كل أخوة بره وجوه كل أخوة بره وجوه كل فرح وهنا وزغاريد بارك وهنوا سوا واتمنوا باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كل أخوة بره وجوه كل أخوة بره وجوه كل فرح وهنا وزغاريد غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا واترح فيها البركة وزيد جانا العيد أهو جانا العيد جانا العيد أهو جانا العيد أهلا بالعيد مرحب بالعيد أهلا على عيني على عيني على عيني يا
متى يا عبد للرحمن يا عاصم؟ إلى متى يا عبد للرحمن يا عاصم؟ تنظر الدنيا كثيرا وللموت ناسيا. إذا المرء لم يلبس ثياب من الضفا تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولا خير فيه ولا خير فيه من كان لو كانت الدنيا تدوم لأهلنا لكان رسول الله حيا. عمرو شو للتنورة، حقيقة مجهود رائع ومجهود جميل جدا. يمكن الأداء الحركي كمان كان أفضل بكتير جدا. لكن في البداية اسمحوا لي في ساعات الأولى من صباح عيد الفطر المبارك أقول لحضراتكم كل سنة وانتم بألف خير يا رب، وعيد سعيد علينا وعلى مصر كلها أجمعين والأمة العربية والإسلامية. كون الأيام اللي جاية أفضل بكتير جدا وأحسن، ونحس ونستشعر السعادة. لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بصديقي وحبيبي حاتم حيدر. مساء الخير، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا طارق، وكل مشاهدينا بخير يا رب والحمد لله، ويجعل أيامنا كلها أعياد. احنا بصراحة بنتلكك وبنحب نعيد، هنعيد في كل المناسبات وهنطلع وننبسط ونفرح، لأن بلدنا حلوة وجميلة وتستاهل مننا كل خير، وتستاهل مننا ان احنا نفرح ونعيد. العيد بكرة، العيد العيد بالنسبة لك ايه؟ شوف الانسان مراحل في حياته، يعني وانت صغير العيد كان اللبس الجديد وكان لمة العيلة، وبعدين تصحى الصبح بدري جدا عشان تروح عند بيت جدتك وتقعد تلم العيدية، وبعدين تطلع تجيب بقى البومب والحاجات دي، وده اللي بنشوفه في اولادنا دلوقتي. لسه موجود برضو. المرحلة التانية بتشوف بقى ده لما بتخش الحياة العائلية، تشوف ده في اولادك طلباتهم وعايزين ايه، دي السعادة الكبيرة.
انا شايف انه العيد السنه دي هيبقى مختلف شويه. حد طموح شعب، ثورتين قاموا في مصر، ناس كتير جدا عندها طموح ان البلد تبقى افضل. الحرب بتدار على مصر النهارده، واحنا الحمد لله واقفين بجيشنا وشرطتنا في منتهى القوه مع الشعب الواحد اللي متماسك. كل اتمنى ان هو يكون عنوان للعيد ده السنه دي عيد وحده المصريين، ايديهم في ايدين بعض، ايديهم في ايدين قوات المسلحه، ايديهم في ايدين كل شخص قادر ان هو، او يقفوا قدام كل شخص قادر ان هو يمس البلد ده ولو بشيء صغير جدا. الارهاب شفنا اشكاله كتير جدا في مصر، لكن في الاخر وانا باخد الكلمه بتاعتك هنعيد. كل سنه وحضراتكم طيب. عايزين نحيي تحيه كبيره لكل الناس اللي هيبقوا موجودين معانا بكره في بيشتغلوا، القوات المسلحه اللي موجوده في الشارع عشان تامننا، الشرطه اللي موجوده، الناس اللي بتشتغل مش معيدين عشان خاطر احنا نعيد وننبسط. كل الناس بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وهنعيد معاك وهنفرح وهتبقى كل الحياه زي الفل. عندي مشكله بسيطه بس يا طارق، عندي حنين لفتره الثمانينات والتسعينات في العيد، عندي حنين للتلات اغاني اللي من غيرهم ما يبقاش عيد. ايوه يا ليله العيد انستينا ام كلثوم، ام كلثوم الليله دي عيد، ياسمين الخيام الليله عيد، الليله دي عيد. بساطه الجمله والكلمه هي كلمتين، اهلا بالعيد واهلا بالعيد بتاع صفاء ابو السعود، والعيد فرحه والولاد والعجله والكاريتا والناس رايحه وبتتفسح وبتخرج، وعندنا جناين وحدائق ومنتزهات تحفه وجمال، وحديقه الحيوان، حاجات ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يعني ودايما الاعياد بعد صلاه العيد وبعد ما ناخد العيديه بنوزع العيديه ونتلم لمه العيله، في ناس تحب تخرج في الجناين والحاجات الحلوه دي تشم هوا حلو. شغل لنا اهل هلال والاغاني الجميله ويا ليله العيد بتاعت السيده ام كلثوم. يعني انت ما تحسش او تستشعر سواء برمضان او بالعيد الا مجموعه الاغاني التراثيه اللي اتحفرت جوانا احنا كجيل شويه قديم، حاسين بده ولادنا يحسوا بده. نفسي يحسوه، ونفسي مع من خلال ان احنا في برامجنا دايما بنحاول ان احنا نرجع التراث ونرجع الحاجات القديمه الجميله اللي احنا اتربينا عليها. يا رب ولادنا يقدروا ان هم يستقوا هذه يعني هذا التراث مننا، ونعمل اللي علينا. احنا اهالينا غرسوا فينا الحاجات دي. هل احنا بقى نجحنا ان احنا نغرس في اولادنا؟ ده اللي هتبينه الايام، هتبينه الايام اللي جايه. ناس فرحانه والعيد فرحه فعلا. يعني خلينا نشيل كل الخلافات على جنب، وخلينا كل اللي عنده مشكله، مفيش شخص ماشي على ظهر الارض لما عنده مشكله مأزمه، لكن في وقت لازم نختلي فيه بانفسنا وان احنا نسعد بالعيد، ويكون يعني شيء مش ممكن ابدا ان احنا نفوته في زعل او في حزن حتى من اقرب الاقربين لينا. خلوا بالكم انه لحظات الحياه بتقاس بسعادتها، خلي اللحظات اللي جايه دي تبقى لحظات سعاده. كل اللي زعلان من حد يتصل بيقول له كل سنه وانت طيب، هيحس هو بفرحه شديده جدا زائد الثواب اللي هياخده باذن الله. عندنا النهارده مجموعه كده من الفقرات، زي ما شفنا الفقره الاولى من فرقه عمرو شو، وهنتكلم يعني هنشوف اشكال والوان كتير من الرقصات، مش هتبقى متوقفه بس على الطنوره، لكن هيكون عندنا رقصات الصعيدي، هيكون عندنا السيناوي، هيكون عندنا مجموعه من الرقصات من اغلب انحاء مصر بالفولكلور بتاعنا اللي احنا بنحبه ومحافظين عليه. كمان عندنا فقره مهمه جدا، الشيخ علي على الله شحاته الجمال امام وخطيب مسجد السيده زينب. عايزين يعني نعرف هنستعد لبكره ازاي؟ هنستعد العيد ازاي؟ ايه الطقوس اللي احنا لازم نعملها؟ هل احنا ادينا اللي علينا الحمد لله في رمضان، ورمضان جري بسرعه جدا، واحنا كل من اول رمضان كنا بنطلع كلنا نقول احنا عندنا شنطه بنملى فيها يعني نملى فيها حسنات ونكمل ونقفلها ونفتح واحده ثانيه فرصه، وده كنز والحمد لله رب العالمين اللي قدر يعمل حاجه واللي قدر يختم القران مره واثنين وثلاثه ربنا يبارك له. عايزين نعرف بكره عن الصلاه هنتكلم عليها، عايزين نتكلم على كل مظاهر العيد بالنسبه لنا، ازاي نقدر نستعد له، ازاي نقدر ان احنا نقضي يوم سعيد جميل علينا وعلى بلدنا الجميله ان شاء الله. بمناسبه السعاده اللي اتكلمت عنها، يعني اعتقد انه ديننا الاسلامي العظيم حط الاسس لو انت مشيت عليها هتوصل للسعاده المرجوه. السعاده مش ممكن تكون انت بس اللي سعيد، لو من اللي حواليك مش سعداء عمرك ما هتحس بالسعاده دي. وده بياخدنا لجزئيه مهمه جدا هنفتحها مع الشيخ على الله النهارده، وبنتكلم على الزكاه وهي ركن من اركان الاسلام الاساسيه، وانه اللي ما بيأديهاش يعني عايز اقول لحضراتكم انه خرج من مله الاسلام. عايز اقول لحضراتكم انه يمكن هنعرف كتير قوي عن اسباب
وعن فرحة الآخرين. وليه استن الإسلام فكرة أنه يكون الزكاة أو تكون الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة؟ عشان إيه؟ ده بالتأكيد بياخدنا المجتمع واحد، كلنا بنحس ببعض. لو أنت شايف أنه في حد محتاج فقير قدامك، هو مش سعيد عشان ما عندوش، وانت عندك، ما اعتقدش ان سعادتك ممكن تكمل بانك انت لو انت لوحدك اللي بتحتفل او لوحدك اللي بتتهنى بالعيد، لكن لما يكون كمان اللي جنبك سعيد زيك، السعادة صح. تخيل ان هي صح. عدوى صح. بتنتشر بين الجميع. وعايزين نعرف كمان ازاي نحسبها وندي كام وندي امتى وايه يعني اشمعنى قبل صلاة العيد، يعني حاجات كتير قوي هنتكلم فيها، بس خلينا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا. يلا يلا بعد الفاصل. لما تكلم والاغاني من بحر المواويل والاغاني، لما تكلم والاغاني من بحر المواويل والاغاني، محدش من فكره الاغاني مصر جميلة. رقصة التنورة هي رقصة مصرية ذات أصول صوفية، وتلقى رقصة التنورة رواجا واسعا بين المصريين والأجانب القادمين إلى مصر على حد سواء، كما يسعى الكثير من الشباب في مصر لتعلم هذه الرقصة والتي أصبحت اليوم طقسا هاما من طقوس الاحتفال تؤدى في مناسبات كثيرة. التنورة رقصة إيقاعية تؤدى بشكل جماعي بحركات دائرية تنبع من الحس الإسلامي الصوفي ذي الأساس الفلسفي، ويرى مؤدوها أن الحركة في الكون تبدأ من نقطة وتنتهي عند النقطة ذاتها، ولذلك فهم يعكسونها في رقصتهم، فتأتي حركاتهم الدائرية كأنهم يرسمون بها آلات يرسخون بها اعتقادهم، يدورون ويدورون وكأنهم الكواكب السابحة في الفضاء. ورقصة التنورة التي اشتهرت بها مصر وأدرجت كتقليد احتفالي هي إحدى الرقصات الفلكلورية المصرية. رقصة التنورة غالبا ما تكون الرقصة مرفوقة بالدعاء أو الذكر أو المديح أو المواويل الشعبية، وأداؤها يكون بالدوران، لكن ليس لمجرد الدوران، بل لأن الراقص يرغب في بلوغ مرحلة سامية من الصفاء الروحي. رقصة التنورة قد أضيفت لها الدفوف والفانوس والألوان المزركشة مع الإيقاعات السريعة لتصبح بذلك فناً استعراضياً في مصر يجذب السائحين ومنظمي الحفلات. أهلا بحضراتكم
من جديد واسمحوا لي ارحب بضيف وضيف حضراتكم النهارده في وقفه عيد الفطر المبارك. اسمحوا لي ارحب بالشيخ على الله شحاته امام وخطيب مسجد السيده زينب. اهلا ومرحبا بك فضيله الشيخ، كل سنه حضرتك كل طيب. كل سنه حضرتك طيب، اهلا بيك شيخ. الله يعني كل سنه حضرتك طيب. بكره العيد اهو خلاص، عايزين نبتدي من بدري شويه، عايزين نتكلم عن معنى العيد وازاي احنا نقدر نستعد له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين ثم أما معه. طبعا معنى العيد بالمعنى الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وبمعناه النفسي أنه حد فاصل بين الممنوع والمباح. فبالأمس كان الإنسان يحرم عليه أن يتناول الطعام والشراب، ممنوع، وفي يوم العيد أباح الله له الإفطار حتى يحرم على الإنسان أن يصوم في يوم العيد. يعني الواجب عليه في يوم العيد أن يفطر. إذن العيد في معناه النفسي وفي المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا أنه حد فاصل بين الممنوع والمباح. أما العيد في معناه الزماني فهو قطعة من الزمان خصصت لنسيان الهموم وللفرحة، والله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آن لك أيها الصائم أن تفرح، آن لك أن تفرح بما أعده الله سبحانه وتعالى لك، آن لك أن تفرح لأن الذي منحك هذه الفرحة هو الله سبحانه وتعالى. أما العيد في معناه الاجتماعي فهو يوم الترابط، وهو يوم المودة، وهو يوم الرحمة، وهو يوم صلة الأرحام، وهو يوم الحب، وهو يوم التآلف، وهو يوم التزاور. كل هذه معان لهذا العيد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بهجة للنفوس وراحة للقلوب، راحة لك أيها الصائم يا من تحملت العطش في نهار رمضان، ويا من تعت عن المحرمات، ويا من أطعت الله سبحانه وتعالى، آن لك أن تفرح والذي منحك هذا الفرح هو الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني هنروح لقدوتنا صلى الله عليه وسلم، قدوة العالم كله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يستقبل العيد سيدنا رسول الله مع أهل بيته؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ربط العيد بصدقة أو بزكاة الفطر، وكما هو معلوم من الأفضل إخراجها في آخر ليلة من ليالي رمضان حتى لا يكون الفقير في احتياج إلى المال أو في احتياج إلى الطعام أو اللبس. والنبي صلى الله عليه وسلم في عملية الربط جعلها زكاة الفطر، جعلها طهرة للصائم من اللغو والرفث والغيبة والنميمة، فالإنسان أثناء الصيام لا يخلو من ذنب، فجعلها طهرة للصائم وطعمة للفقراء والمساكين. فما أعظم هذا الربط النبوي، أن في هذه الزكاة نفع للصائم ونفع أيضا للفقراء، للفقير وللمسكين. قضية الربط النبوي هذه هي بحاجة أن ننتبه إليها وأن نلتفت إليها. إذن الصائم مستفيد والفقير أيضا مستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده جبة للعيد، يعني هذه الجبة من أحسن الثياب ومن أفضل الثياب، هي العباية. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد فقط، يلبسها في العيد، يلبسها في العيد، في العيدين، أي الفطر وعيد الأضحى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لهذا العيد بصلة الأرحام. هناك وإن كان ضعيف لكننا نأخذ به في فضائل الأعمال، وهو: من أحيا ليلتي العيد أحيا. والأعجب من ذلك أنه سيؤجر على هذا الفرح، يعني أنت ترى إنسان
يؤجر على فرحه، وإنسان يقضي شهوته ولذته ويؤجر على هذه اللذة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما استغرب الصحابة وقال إن الرجل يكون مع زوجته ويؤجر على ذلك، فلما استغربوا قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. إذن من الممكن أن يفرح الإنسان ويؤجر على فرحه، من الممكن أن الإنسان يتمتع بلذة الدنيا ويؤجر على هذه المتعة إذا عاش وطبقها في ظل الآداب الإسلامية. لكننا نلاحظ خروج عن هذه الآداب. الإسلام لم يحجر على الحرية، حرية الفرد، وعن ممارسة الفرح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها، والسيدة عائشة في بداية صباها سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم فترة إلى أن سمنت، وسابقها النبي صلى الله عليه وسلم، سبقها في الجر وقال لها هذه بتلك، يعني بالمرة الأولى. إذن الإسلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الناس من الفرح ولم يحرم نفسه من هذه الفرحة، لكن كيفية تطبيق هذه الفرحة وكيف يؤجر الإنسان على هذه الفرحة، هذا ما نطمح إليه، هذا ما نريده في مجتمعنا. لأننا إذا خرجنا إلى المنتزهات أو إلى الحدائق نرى خروجا عن الآداب، وأحيانا الإنسان يعني يخشى أن يخرج بأسرته في هذه الحدائق والمنتزهات. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ربما سيتعرض لبعض هؤلاء الذين قد خرجوا عن الآداب، وهو لا يريد أن يقع في هذا الفخ، بل هو يريد أن يعيش بعزة وبكرامة، وربما يحرم نفسه. يعني هذا الذي خرج عن الآداب حرم الآخرين من ممارسة الأفراح ومن ممارسة السرور والفرحة في يوم العيد. إذن نطمح إلى هذا السلوك المتحضر، نطمح إلى هذا السلوك الإسلامي، أن نلتزم بآداب الإسلام عند ممارسة هذه الفرحة في يوم العيد. الله. وفكرة أنه اللي بيمارس هذه السلوكيات الخاطئة والغير مستحبة واللي احنا بقينا بنشوفها سواء في معاكسة الناس في الشارع وحتى عدم الحفاظ على نظافة المكان، نعم، كل ده يعني ياخد عليه سيئات. طبعا. نعم. والمطلوب المسلم ذكي، والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده فطنة وذكاء. نعم. المؤمن كيس فطن. الإنسان يمارس الفرحة ويمارس متعته ويؤجر عليها من الله سبحانه وتعالى. نعم. تمام. نعم. شيخ على الله، يعني رمضان الفترة دي الواحد حاول انه يتطهر ويتقرب من ربنا لأكبر قدر ممكن ويعمل حسنات على قد ما يقدر ويعمل حاجات حلوة كتير. بعد رمضان ازاي اقدر احافظ على هذه العلاقة بيني وبين ربنا، وان انا افضل الصلاة في معادها زي ما هي، مش اقول بقى خلاص بقى خلصنا رمضان بقى مش مشكلة، نعم، اجمع بقى ايه الاتنين مع بعض بصلي بقى ايه في اخر اليوم صلاتنا مغرب وعشاء مع بعض والكلام ده، ازاي اقدر احافظ على روح رمضان طوال العام؟ طبعا سئل بشر الحافي عن قوم يعبدون الله في رمضان ثم يتركون العبادة بعد رمضان، فقال بئس العبيد، أو بئس هذا العبد الذي يعبد ربه في رمضان ثم يتخلى عن العبادة بعد رمضان، وقال كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. والإنسان الذي كان قد عصى الله سبحانه وتعالى قبل رمضان وتاب بإخلاص في شهر رمضان ولزم الطاعة، هذا الإنسان بإخلاصه سيستمر على الطاعة بعد رمضان، ومن علامات القبول الثبات على الطاعة بعد رمضان. وعلى كل واحد أن ينظر في نفسه وفي سلوكه، هل تغيرت عاداته السيئة بعد رمضان إلى عادات حسنة؟ هل حول يعني قوم سلوكه من سلوك قبيح إلى سلوك حميد بعد رمضان؟ كل هذا يدل على القبول ويدل على تأثير الصيام في العبد. إذن على الإنسان طبعا وقد انتهى رمضان، إذا كان قد أخلص في رمضان في الطاعة فإنه سيستمر على نفس هذا المنهج بعد رمضان، وهذا من علامات القبول. فعليه أن يفتش أولا في هذا الأمر، هل انقطعت الطاعة عنه بعد رمضان أم لا؟ هل ما زالت لذة العبادة والطاعة عنده بعد رمضان أم انتهت؟ فإن كانت ما زالت باقية
فهذه علامة على قبول الطاعة في شهر رمضان. تمام. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والثبات، لأن النفس بعد رمضان بيحدث عندها فطور وكسل. الإنسان مع بداية رمضان عنده نشاط وهمة وعزيمة واجتهاد، لكن مع نهاية رمضان انظر إلى المساجد مع أول فجر من شهر شوال يحزن قلبك. نعم. انظر نعم. إلى أول فجر في شهر رمضان ينشرح قلبك. نعم. مع أول فجر في شهر شوال يحزن قلبك. هل هذا هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به؟ هل نحن رمضانيين أم نحن ربانيين؟ تمام. نعم. نعبد نعم. الله سبحانه وتعالى في كل الشهور. تمام. أيام كريمة ومفترجة. نعم. وربنا يغفر لنا جميعا في هذه الأيام. نعم. وربنا يسعد كل قلب مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الكريم خلص، بنمر بحالة من السعادة في عيد الفطر المبارك، وزي ما فضيلة الشيخ على الله شحاتة إمام وخطيب مسجد السيدة زينب قال في حواره معانا، إنه السعادة والفرح ده من أساس العيد، ولازم نفرح ولازم نبقى مبسوطين جدا. كل سنة وفضلتك طيب. كل سنة فضلت الشيخ. كل سنة وانت طيب يا حاتم. انت طيب يا طارق. اشكرك شكرا جزيلا. نورتنا فضلت الشيخ. الله يكرمك. ويلا يا جماعة نفرح، ويلا بكرة العيد، ويرى الله زي ما قلنا في الحلقة اللي زعلان من حد يروح يسامحه، ونترابط أكتر ونزور أهالينا ونخرج نتفسح وننبسط، ومصر جميلة وهتفضل جميلة على طول يا رب. يا رب. كل سنة وإحنا كلنا طيبين. كل سنة وبرضه. عمر شو وفرقته بنشكره شكرا جزيلا، وكنت سعيد جدا انا وحاتم ان احنا معاكم في اول ساعات من ايام عيد الاضحى المبارك. بكره ان شاء الله اسره جديده من مصر جميله. الى اللقاء. صلي 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 على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة، والجبا شمس وساطعة، والكحل رباني وإلهي في الرموش، وإنني ليل إنني ليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، سيدنا النبي جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، في سنانه شق طليامة منه نور، وريقه عنبر والعرق مسك الزهور، والشعر ناعم منبته فوق الجبين ابيض منه بالعدد يا دوب 20، بالطوب الابيض كان حاكم مصر بهدي هادي، والنبي قبل الهدية، وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه، الكف ناعم انما القبضة قوية. طالت حياتك يا نبي وكفك شريف، لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف، بيتكلم على مهله وصمته كلام، ويبكي بحرقة والضحكة بالابتسام. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، صلي على سيدنا النبي جد الحسين، ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين، ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين، أدى الرسالة وتمها بليل يومين. صلي صلي على سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلوا صلوا صلي على سيدنا النبي جد الحسن، واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي 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 على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن ما
اتملى في الوجه الحسن هو حسن على النبي صلي 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 على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن واتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة والجبا شمس وساطعة والكحل رباني وإلهي في الرموش وإنني ليل إنني ليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن سيدنا النبي جد الحسن واتملى في الوجه الحسن في سنانه شق طليامة منه نور وريقه عنبر والعرق مسك الزهور والشعر نبات وفوق الجبين ابيض منه بالعدد يا دوب عشرين بالطوب الابيض كان حاكم مصر بهدي ابتدي هادي والنبي قبل الهدية وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه الكف ناعم انما القبضة قوية طالب حياتك يا نبي وكفك شريف لا ضربت عبد في يوم ولا ضريت ضعيف بيتكلم